بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم متابعيني، نقول لكم دمتم أوفياء القناة. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بأفضل وأحسن حال. وصفتنا لنهار اليوم هي الكريب صالي محشيين بحشو هايل. ونبدأ مباشرة في الطريقة. نحتاج أول حاجة 2 كيسان فارينة، هنا الكيل نتوما اللي تحبوه، يعني تقدروا تنقصوا ولا تقدروا تزيدوا. نضيفوا لهم ملعقة صغيرة ملح، ونضيفوا لهم 2 كيسان حليب، يعني بنفس الكاس اللي تكيلوا به الفارينة هو اللي تكيلوا به الحليب. نزيدوا لهم كذلك 2 ملاعق كبار خل أبيض، من الأحسن إلى ما عندكمش ديروا الأحمر، أنا اليوم ماوش متوفر عندي الأبيض، درت بالخل الأحمر. ونزيدوا كذلك نضيفوا لهم 4 ملاعق كبار زيت. نخلطوا هذه المكونات كامل مع بعض بالفوي، بعد ذلك راح نستعملوا البراميكسر ونخلطوهم لمدة دقيقة واحدة فقط، يعني ما يحتاجوش خلط كبير. واللي ما عندهاش البراميكسر تقدروا ديروا في الخلاط الكهربائي العادي، المهم يتخلطوا مليح وما يبقاوش هذوك الكريمو. بعد ذلك نغطوها ونخلوها ترتاح 10 دقائق فقط. في هذه الأثناء نروحوا نحضروا الحشو. نحتاج فيه قليل من صدر الدجاج، نقطعه قطع صغيره كما راكم تشوفوا. راح نزيدو نضيفوا له نصف حبه جامبو، اللي ما يحبش الجامبو تقدروا تستغنوا عليه. نضيفوا له كذلك القليل من الزيت، نضيفوا لها كذلك نصف ملعقه صغيره ملح، ونضيفوا فلفل حار وبارد، ونضيفوا كذلك بهارات خاصه بالدجاج، ونضيفوا فلفل اسود وشويه كركم. نخلطوا هذو المكونات كامل مع بعض او البهارات كامل مع هذاك الدجاج، ونزيدوا نضيفوا لهم حبه متوسطه نتاع بصل تكون مرحيه، تقدروا تقطعوها بيديكم كما انا اليوم قطعتها بيدي. تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي، وتضيفوا لها كذلك سنينات ثوم بالتقريب 4 الى 5، راه سنينات الثوم متوسطين ماهمش كبار. وكيما قلت لكم نخلطهم كامل مع بعض ونحطهم يطيبوا. هذو هما بعد ما طابوا ونخلوهم يبردوا، ونرجعوا للعجينه نتاع لي كريب اللي كنا حضرناها مع بعض. هذا هو القوام نتاعها، شوفوا كيف جات شويه ثقيله. راح نصفوها في صفايه ونجرب الورقه الاولى، اذا لقيتها ثقيله راح نضيف لها شويه ماء بالتقريب 1/4 الى نصف كاس ماء، يعني نتوما والنوعيه نتاع الفارينه اللي عندكم، لانه كما تعرفوا كاين فارينه تشرب السوائل وكاين فارينه ما تشربش السوائل. احنا بعد ما نخلطوها ونجربوا حبه في المقله نتاع لي كريب نشوفوا. احنا بعد ما صفيناها كيما راكم تشوفوا نحطوا المقله تسخن على نار متوسطه، نحطوا القليل من الزيت شويه باك ما تكثروش، ونمسحوها على كامل المقله ببابي ابسوربون، ونبداو نحطوا القليل من الخليط او العجين تاع لي كريب. هكذا ونمشوها على كامل المقله، وكما راكم تشوفوا راهي جاتني شويه ثقيله، راح نزيد لها القليل من الماء، زدت لها 1/4 كاس ماء. بعد ما تنشف كما راكم تشوفوا نقلبوها للجهه الثانيه، ماذا بكم طيبوها مليح ما تخلوهاش نيه. هكذا حتى تشوفوا اللون تاعها ولا يعني طايب. راح نزيد نعاود نطيبها من الجهه الثانيه، وهذه هي بعد ما طابت نحوها نزيدو نديرو ورقه اخرى. وانا كما قلت لكم راني زدت ضفت لها 1/4 كاس ماء.
تكملوا الكمية كامل على هذه الطريقة. والكمية هذه خرجت لي 7 ورقات نتاع ليكخاب كبار، يعني إذا عاد عندكم مقلة صغيرة راح تجيكم كمية أكبر. هذو هما الورقات نتاع ليكخاب، شوفوا كيف تجي هايلة وطرية. وتقدروا ديروها كذلك في ليكخاب سكري، ولكن نضيفوا لها القليل من السكر، ولكن من الأحسن نضيفوها يعني أو ديروها في ليكخاب صالي خير. نحتاج بعد ذلك القليل من البيض مع شوية معدنوس ودبشة وشوية ملح وفلفل أسود، ونحتاج لا شابلور والحشو نتاع الدجاج، ونحتاج كذلك فرماج مايونيز وهريسة. تقدروا تضيفوا مكونات أخرى ولا تنقصوا، هذه على حساب الرغبة نتاعكم. نحط ورقة الكريب، نحط فيها القليل من المايونيز والقليل من الهريسة. تقدروا ديروا الصوص الثومية، تقدروا ديروا صوص الجيريان، تقدروا ديروا صوص باربيكيو، نتوما واش حبلكم. تقدروا كذلك ما ديروش الهريسة اللي ما يحبش الحار، تقدروا تضيفوا الكاتشاب. ولي صوص اللي ذكرتهم راهم متواجدين في القناة، تقدروا فقط ترجعوا للفيديوهات السابقة تلقاو الطريقة كيفاش تحضروه. ونزيدو نضيفوا حشو الدجاج اللي كنا حضرناه. تقدروا ديروا اللحم مرحي، تقدروا ديروا المرقاز ولا اي يعني او الطون كذلك يصلح. تقدروا ديروا اي حاجه تحبوها نتوما. نطبقوها على هذا الشكل. تقدروا كذلك تطبقوها نصف دائره، تقدروا ديروها مثلثات، تقدروا كيما تحبوا، يعني الشكل اللي يساعدكم واللي يجيكم سهل طبقوها به. بعد ذلك نحطوها في الخليط اللي كنا حضرناه نتاع البيض والمعدنوس والدبشه والملح والفلفل الاسود. نحطها هكذا ونزيدو نحطوها في لا شابلور او الخبز المرحي. وراح نبدل الصحن لانه جات كما راكم تشوفوا ضيقه. راح نبدل الصحن، نحطها في صحن واسع. هكذا اسهل، يعني راح تجيني العمليه سهله اكثر. ومن جهه ثانيه نحطوا المقله فيها شويه زيت ونحطوها تسخن ونحطوها تكمل الطيب. وكما راكم تشوفوا يعني ماهيش راح تدي لكم وقت كبير في الطياب لانه الحشو طايب والورقه نتاع الكريب ثاني طايبه، يعني بالتقريب 2 دقائق ماكسيموم. المهم تشوفوا الشكل تاعها ولا لون احمر نحوها. واللي ما يحبش يقليها في الزيت راح ندير لكم الورقه الثانيه وراح نحطها في البريس، وراح تجي كذلك بنينه هايله وخفيفه. هذه الورقه الثانيه راح نديروا نفس العمليه او نفس الطريقه اللي درناها الورقه الاولى تاع الكريب. تحطوا المايونيز وتضيفوا الهريسه اختياري طبعا، والحشو كذلك كيما تحبوا، ونحطوا القليل من الجبن ونغلقوا عليها. ونكونوا مسخنين البريس ونحطوها فيه. طريقة سهلة خلاص، ونحطوها كيف كيف مدة مانبا دقيقة ونحوها. ها هي كما راكم تشوفوا راهي حاضرة. وصفتنا لنهار اليوم راهي حاضرة، ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نقدموها مع المايونيز ومع الهريسة. هذه الورقة الأولى اللي درناها بالبيض ودرناها بالشابلور، شوفوا كيف هتجي، يعني راح تجي القرمشة فيها. وكما راكم تشوفوا شوفوا الحشو كيفاه يقعد طري وبنين ياسر ياسر. ننصحكم أنكم تجربوها. وهذه الورقة الثانية اللي كنا حضرناها في البريس كيف كيف، يعني راح تعطيكم نفس النتيجة، ولكن في هذه ماهيش حاجكم قرمشة كيما اللي بلا شابلور. يعني هنا انتما اختياري.
وتقدموها كما قلت لكم بالمايونيز ولا الهريسه ولا اي صوص تحبوها نتوما. وصفتنا لنهار اليوم كريب صالي محشيه بحشو كما راكم تشوفوا جا بنين وهايل وخفيفه، وصفه صيفيه بامتياز. نتمنى انكم تجربوها ونتمنى نكون فاتكم ولو بالقليل. ما بقى لي غير نقول لكم انتظروني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.